احمد بيومي، صبح لي على كل اهلنا وحبايبنا اللي موجودين معاك. صباح الخير استاذ احمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وتحيه خاصه بالطبع لاهل مدينه اسكندريه اللي احنا متواجدين فيها النهارده، وبالتحديد في منطقه سموحه اداء امام مدرسه محمد كريم. المدرسه دي يمكن واحده من اكبر المدارس والمجامعات الانتخابيه هنا في منطقه سموحه. هذه المدرسه تنتظر حوالي 11000 صوت انتخابي النهارده هيبداوا عمليه التصويت. عمليه بدات قبل دقائق. بشكل عام محافظه الاسكندريه فيها حوالي 4 مليون ناخب النهارده ليهم حق التصويت في الايام اللي جايه، وده بيجعلها واحده من اكبر المحافظات في مستوى الجمهوريه من حيث الكثافه التصويتيه. محافظه اسكندريه كمان استاذ احمد فيها حوالي 18 لجنه عامه متوزعه حوالي 638 لجنه فرعيه. تواصلنا قبل قليل مع غرفه العمليات اللي انشاها الدكتور محافظ الاسكندريه الدكتور عبد الله تواصلنا معاه قبل قليل، واكد على جاهزيه كافه اللجان، ولم يرد الينا حتى الان اي بلاغ بشان تعطيل اي لجنه انتخابيه في اي مكان. كل اللجان تعمل باقصى طاقتها. نحن الان امام مدرسه محمد كريم في السموحه. قعد معانا عدد من المواطنين كانوا حريصين يبقوا موجودين النهارده حتى قبل اللجنه ما تفتح، كانوا مستنيين قبل الساعه 9 اللجنه لما تفتح عشان يدخلوا يدلوا باصواتهم، وهم عملوا كده بالفعل ودخلوا اجلوا الاستفلاء. يعني صباح الخير يا فندم، شكرا على وجودك معانا، وصباح الخير على حضرتك. واسباب وجود حضرتك النهارده من بدري يبقى أو كنت حريصه جدا تبقى موجوده من اول لجنه بتفتح النهارده؟ انا جيت بدري على اساس ان تبقى اللجنه هاديه كده الصبح بدري عشان ما يبقاش فيها طوابير وكده، وطبعا انا لازم اشارك بصوتي واجي اقول رايي في التعديلات وكده. بالتاكيد. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يعني كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. كنت حريصه تبقي موجوده النهارده؟ انا مبسوطه ان انا موجوده النهارده، واي حاجه بقولها بصوتي لبلدي انا مبسوطه بيها قوي. صباح النور يا فندم. لا ابدا ما فيش حاجه. احب اقول ان احنا لازم طبعا نكون موجودين، ده دورنا، واحنا لازم نشارك ونبدي راينا في التعديلات الدستوريه، وطبعا ده اقل حاجه احنا نقدر نقدمها للبلد. يعني بالتاكيد. يعني الرساله اللي حضرتك تحب ترسليها النهارده من وجودك النهارده في وقت بدري؟ بحب بلدي ولازم اشارك، ده حق كل مصري، لازم اشارك وانا بحب بلدي وربنا يسهل ان شاء الله. انا بقى يا سيدي بقى بحب بلدي وطول عمري هعيش لها لحد ما ربنا يوريني كده فيها احلى ما عنده، وربنا يكرم رسيس يا رب، لان ده انسان الحقيقه يتحط على الجرح يطيب حقيقي بجد، ربنا يكرمه. كفايه المشاريع اللي عملها، وكفايه الاوضاع اللي وصلنا ليها. يعني هقول لك ايه اكتر من اننا بنحبه فعلا. يديك الصحه يا فندم. يعني صباح الخير يا فندم. حضرتك كنت حريصه تبقى متواجده النهارده مع زوجك على ما اظن، انتوا الاثنين جايين النهارده تطلب اصواتكم، سبب وجود حضرتك النهارده وحرصك على المشاركه؟ نقول نعم للدستور، ونقول ربنا يوفق الجميع على خير بلدنا، وان شاء الله يكون خير للجميع يا رب ان شاء الله. يعني حضرتك ممكن تقول ايه للشباب النهارده في اهل اسكندريه، واكيد ولادك وقرايبك، تقول لهم ايه النهارده المشاركه في هذا الاستفتاء؟ كل شاب وكل راجل وكل عجوز وكل ست ان هم ينزلوا يقولوا نعم. ليه؟ لان البلد محتاجه للراجل ده يكمل المهام بتاعته. الامان والثقه واللي اتوجدت في مصر اليومين اللي فاتوا دول، والانجازات اللي تمت في مصر في الايام الماضيه والايام اللي جايه ان شاء الله، بتفرض على كل مواطن مصري ان هو ينزل ويقول نعم. سيبك بقى من اللي عمال يطبل ويعمل ويقول لك لا ومش لا وست سنين لا وسبع سنين لا. طب احنا شفنا ايه في الايام اللي فاتت؟ احنا شفنا كل خير وكل انجازات وكل مودة، والناس عايشة في امان وعايشة في ثقة، وكل واحد بينزل. احنا انا بشوف بنات بتنزل بالليل الساعة 2 بالليل و3 بالليل، ما كانش بيحصل الكلام ده، كنا كله بيقفل على عياله الساعة 7 والساعة 6، واخد بالك؟ دلوقتي ايه اللي حصل؟ في امان، في ثقة في الراجل. سيبوه يكمل نشوفه، ما عجبناش بعد كده ماشي، لكن سيبوه يكمل الدور اللي ربنا وهبهوله وعطاهوله ان هو يعمل مصر جديدة، لان مصر بقالها 60 سنة محلك ساعة. اللي واقف دلوقتي اتعمل في حوالي 4 5 سنين ما اتعملش في 30 سنة فاتوا.
اتفضل يا فندم. يعني حضرتك برضه كنت حريص تبقى موجود من بدري النهارده والمشاركه في هذا الاستفتاء، يعني الرساله توجهها النهارده من اسكندريه تقول ايه؟ الرساله بوجهها للشباب ينزلوا، انا عارف ان هم نايمين دلوقتي لسه، بس احنا ان شاء الله هنقول لهم ينزلوا. كل اللي مطلوب دلوقتي حاجه واحده، ان كلنا نتكاتف علشان مصر، دي مصر يا جماعه، ومش هطول عليك عشان تكمل مع بقيه الناس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بالتاكيد يعني كلمه اخيره من حضرتك. انا كمسيحيه مصريه نزلت عشان انا موافقه على مصريه مسيحيه وليست مسيحيه مصريه. مسيحيه طبعا اولا. انا شايفه ان السيسي على الساحه ما فيش حد يقدر يحكم مصر حاليا غير الرئيس السيسي، ولازم نديه فرصه ان هو يكمل الاصلاح الاقتصادي اللي بداه وكل المشاريع وكدوات. ما اضمنش اي حد تاني يجي بعد 4 سنين زي الاول، ممكن يبوظ الحاجات دي. بس ليا رجاء واحد من الرئيس السيسي، يا ريت يسمعني، انه في المنيا في يعني ارهاب غير الارهاب اللي بنشوفه، في ارهاب تاني من العقول المتشدده في المنيا وكدهوت. يا ريت يعملوا بالقانون، يفعل يعني القانون يمشي على الكل هناك، خصوصا دايما بيعملوا جلسات عرفيه ليت نلغيها ويبقى كله يمشي بالقانون عشان كله يرتدع ومحدش يأذي حد. اكيد مش المنيا كلها، يعني كمان التنوير والازدهار في المنيا دايما بنسمع عن ارهاب كتير وهمجات ارهابيه كتير على مواطنين الابرياء في بيوتهم وكده اهوت. واحنا كلنا مصريين وبنحب مصر، ومهما اي حد عمرنا ما هنلتجئ للخارج ابدا لمصر.